شكل بناء أساسية لقياس درجة الجاهزية العملياتية لأفراد ووحدات الجيش الوطني الشعبي. وحفاظا على هذه الجاهزية، يشرف السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مجموعة من التمارين التكتيكية البيانية بالذخيرة الحية بإقليم الناحية العسكرية الرابعة بورقلة. في إطار زيارات العمل والتفتيش إلى مختلف النواحي العسكرية، قام السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 30 سبتمبر 2018 بزيارة إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة. بداية الزيارة كانت من القطاع العملياتي جنوب شرق جانات، أين استقبل من طرف قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء حسن عليمية الذي قدم عرضا مفصلا يتضمن الفكرة العامة للتمرين التكتيكي البياني بالذخيرة الحية عاصفة 2018، الذي أشرف السيد الفريق شخصيا على مجرياته لتقييم مستوى القدرات القتالية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، خاصة وأن الزيارة تكتسي أهمية خاصة لتزامنها مع انطلاق سنة التحضير القتالي 2018-2019. في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على انطلاق مجريات تنفيذ المرحلة الأولى من التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية عاصفة 2018. في البداية استمع سيد الفريق رفقة اللواء حسن عليمية قائد الناحية العسكرية الرابعة إلى عرض قدمه مدير التمرين حول خطة ومراحل التنفيذ. بميدان الرمي للقطاع العملياتي جنوب شرق جانات، تابع السيد الفريق عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي عن الإقليم، بدءا بطائرات الاستطلاع الجوي للقيادة العليا، وهي الأعمال التي اتسمت في جميع مراحلها باحترافية عالية وبمستوى تكتيكي وعملياتي جد عالي يعكس جدية الجانب التخطيطي والتنظيمي والكفاءة العالية للإطارات في مجال التركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، وكذا مهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما عكس الدقة المتناهية في الرمايات. Thank you.
التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية عاصفة 2018 كان بموضوع المجموعة الفرعية التكتيكية الأولى في المسير مع احتمال نشوب المعركة التصادمية، والذي شاركت فيه الوحدات العضوية التابعة للقطاع العملياتي جنوب شرق جانات، يهدف إلى اختبار جاهزية وحدات قوام المعركة لردع أي تهديد وإبراز فعالية الإمكانيات القتالية والنارية للمنظومات والمعدات القتالية الحديثة، فضلا عن إبراز التعاون الوطيد ما بين مختلف أصناف القوات عند تنفيذ مختلف المهام القتالية. نجاح هذا التمرين اليوم لدليل على الجاهزية القتالية والتامة لوحدات القطاع العملياتي جنوب شرق جانات. إن نجاح هذا التمرين بالقطاع العملياتي بجنوب شرق جانات ما هو إلا دليل عن الجاهزية القتالية القصوى لوحدات الجيش الوطني الشعبي. في نهاية هذه المرحلة من التمرين التقى السيد الفريق بأفراد الوحدات المشاركة شاكرا لهم الجهود الكبرى التي يبذلونها طوال السنة، خصوصا خلال التحضير وتنفيذ هذا التمرين، مشددا التأكيد على أن التحضير القتالي للقوات يظل العنصر الأساسي للحفاظ على حالة الجاهزية العملياتية، وذلك من خلال السهر الدائم من قبل مختلف مكونات قوام المعركة على تكثيف التمارين التطبيقية التكتيكية العملياتية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات وعلى جميع المستويات والأنساق. لقد أكدت أكثر من مرة وسأعيد ذلك أمامكم اليوم بأن المهنة العسكرية وما تفرضها من متطلبات خاصة ذات الصلة بمعترك العملي الميداني بكافة خصوصيته وبكافة تحدياته ومطالباته تبقى تمثل دوما اختبارا واقعيا وحقيقيا للعنصر البشري، وسيبقى هذا المعترك المهني يمثل أهم المقاييس الأساسية والموضوعية التي يمكن من خلالها الحكم بصفة واقعية ومنطقية على مدى ما تحقق من نجاح وعلى مدى ما تم التوصل إليه من تفوق الحكم، وبالتالي إلى على مدى المساهمة الفردية والجماعية في تحصيل تراكمات تطويرية المطلوبة في ظل التوجيهات والدعم فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. فالسنة التدريبية الجديدة التي تأتي معها بإضافة نوعية مرغوبة هي سنة تدريبية تحتاج إلى المراجعة والتقييم والتمرين التكتيكي الاختباري الذي لا يحمل معه من عناصر تطويرية جديدة وعوامل تحديثية إضافية. هو تمرين يحتاج أيضا إلى إجراء مراجعة موضوعية وتقييم واقعي لمجرياته، فالنتائج التمارين هي مؤشرات ميدانية فعلية تمثل بالضرورة المقياس الأساسي لتقييم مدى فعالية تنفيذ برامج التحضير القتالي على ضوء تطبيق الأمثل لأساليب القتال في ظروف قريبة من الواقع، مع التحكم التام في تجهيزات ومنظومات الأسلحة العصرية، وتلكم هي غاية الاستفادة من عوامل التطور المعتمدة على حسن تقييم ونجاعة التقويم وملائمة التكييف وصعوبية الإبداع في تصور عوامل النجاح.
إثر ذلك استمع السيد الفريق إلى تدخلات وانشغالات إطارات وأفراد القطاع الذين جددوا التأكيد على أنهم سيظلون ليل نهار حراسا وحماة أوفياء لكل شبر من حدود بلدنا الجزائر. في اليوم الثالث من زيارة الفريق، أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أشرف على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية عاصفة 2018 على مستوى القطاع العملياتي شمال شرق نميناس، أين استمع السيد الفريق إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي لشمال شرق نميناس تركز أساسا حول مختلف الأعمال القتالية التي نفذتها وحدات برية وجوية. تدمير العدو المتقدم وذلك بحرص احتياطاته وتجمعات قواته بغرض عرقلة الإسناد ذنبه الأول. وبميدان الرميل للقطاع العملياتي تابع السيد الفريق جميع محطات تنفيذ هذه المرحلة من التمرين بموضوع المجموعة الفرعية التكتيكية الثانية في الهجوم من الحركة، والذي شاركت فيه الوحدات العضوية التابعة للقطاع العملياتي شمال شرق نميناس، أين تم تسجيل احترافية عالية في مجال استخدام الوسائل والتحكم الجيد للأفراد في هذه الوسائل والتجهيزات ومختلف منظومات الأسلحة. الثانية
تنفيذ هذا التمرين بنجاح، مما أبان على القدرات العالية لأفراد وحدات القطاع العملياتي بشمال شرق عين مناص بصفة خاصة، ووحدات الجيش الوطني الشعبي بصفة عامة. تم تنفيذ التمرين بكل احترافية ونجاح، حيث تم احترام جميع التوقيتات المحددة لهذا التمرين، كما تمت إصابة الأهداف إصابات دقيقة جدا، مما يدل على مدى جاهزية والاحترافية في تنفيذ مختلف التمارين. هذا مما يدل على وصول أفراد جيشنا الوطني الشعبي إلى الاحترافية المطلوبة. وفي لقاء تقييمي مع الأفراد المشاركين في هذه المرحلة من التمرين، قدم السيد الفريق تهانيه للجميع، حاثا إياهم على ألا يكتفوا بالنتائج الجيدة المحققة، بل ينبغي التطلع دوما إلى بذل المزيد من العمل المثابر. إننا راضون كل الرضا على النتائج الجيدة المحققة مدنيا بفضل المثابرة التي ميزت الجهود المبذولة من قبل الجميع، فالأمر يحتاج دوما إلى بذل مجهودات مضنية في كافة مجالات المهنة العسكرية، ذلك أن الخطوات النوعية المحققة حتى الآن لم تأتي صدفة، بل استوجب مواظبة عملية ومهنية شديدة الإدراك بما يجب فعله وبما يستوجب إنجازه. كل ذلك استلزم التحلي بإرادة يقينية وصادقة، وذلك هو السر النجاح الذي يحصد ثماره اليوم. الجيش الوطني الشعبي سالي الجيش التحرير الوطني مسرد بالدعم وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وتلكم هي أسرار القفزة بل في مجال تطوير وعصرنة الجيش الوطني الشعبي في شتى المجالات، سواء على مستوى التدريب والتحضير القتالي أو على الصعيد اقتناء تجهيزات ومعدات ذات تكنولوجيا عالية يتحكم في نصيتها إطارات من ذوي الكفاءات المؤكدة المتوافقة تماما مع ما نحن مقبلون بل وعازمون بحول الله تعالى وقوته على تجسيده فعليا وميدانيا، وهو بناء جيش قوي وعصري متطور عمده العنصر البشري الكف والمتخصص قادر بمهارة عالية على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة والجدير لمواكبة تحديات متسارعة التي بات يحتمها واجب حماية استقلال الجزائر وصيانة سيادتها الوطنية وتأمين وحدتها الشعبية والترابية، وهي مهام دستورية عظيمة بقدر ما يعتز بها الجيش الوطني الشعبي، فهو مطالب دوما بأن يكون في مستوى حسن أدائها. السيد الفريق حث الجميع على أن يظلوا دوما على استعداد تام وجاهزية عالية لمواجهة كافة التحديات الحاضرة والمستقبلية، حماية للجزائر وذودا عن سيادتها وأمنها واستقرارها، ليستمع بعدها إلى تدخلات وانشغالات إطارات وأفراد القطاع الذين جددوا التأكيد على أنهم سيكونون دوما على استعداد تام وجاهزية عالية لمواجهة أي طارئ في كافة الظروف والأحوال. نحن مدرسة أشبال الأمة، نعاهد سيادتكم على أن نملأ مقاعد الطلبة الشهداء بنية الصدق والإخلاص بهدف تحقيق التفوق وبامتياز. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. إن بلوغ هذه المستويات المرموقة من الجاهزية القتالية والعملياتية لأفراد ووحدات قواتنا المسلحة لدليل على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لبلوغ أقصى درجات الاحترافية والاستعداد القتالي، حماية لحرمة وسيادة ترابنا الوطني، في ظل الرعاية السامية للسيد فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.